Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبيبي طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي اهلا بكم في الحلقة الثانية من الـ Conversation Time واللي هنتكلم فيها عن الـ Conversation بتاعت Unit 2 بتاعت الوحدة الثانية واللي هكون في الـ Restaurant يعني في المطعم واللي هنتعلم فيها ازاي اطلب الحاجة اللي انا عاوز اكلها في المطعم وازاي لما الجرسون او الجرسونة هتيجي تكلمني هرد عليها. تعالوا بينا يلا نسمع المحادثة كاملة الاول وبعد كده ان شاء الله نحللها ونعرف اهم الفناتكس اللي موجودة فيها وكمان اهم language notes. يلا بينا. Hello, are you ready to order? I think so. I'll have a steak. Rare, medium, or well done? Medium, please. And a baked potato. How about a salad? Sounds good. What's today's special? Spaghetti and meatballs. Good. I'm in the mood for spaghetti. I'll have that. Here you are. Thanks. It looks delicious. طبعا شكل ما شفنا انا اول ما بدخل المطعم اول حاجة بعملها ان انا بقعد في الترابيزة بتاعتي وكمان باخد المنيو والمنيو هي القائمة اللي بختار منها الاكل اللي انا هاكله. طبعا هنا بعد ما قعدوا خلاص وبيشوفوا القائمة دخلت عليهم الويترس. الويترس اللي هي الجرسونة والويتر اللي هو الجرسون. تاني ويتر يعني جرسون. ويترس يعني جرسونة. تاني اسمها ويترس. ويترس. طيب دخلت الجرسونة فأول ما بتدخل أكيد بتحييهم الأول فتقولهم هلو هلو هلو. طيب المفروض بعد ما تحيي وتقول هلو قالت لهم Are you ready to order? Are you ready to order? يعني هل انتوا جاهزين انكم تطلبوا؟ تاني Are you ready to order? لاحظ بقول ready ready to order. يبقى لاحظ ان الصفة هنا جي بعدها to زائد المصدر. يعني ما ينفعش اقول Are you ready to order? ولا Are you ready ordering? لا لازم اقول Are you ready to order? Are you ready to order? تعال نشوف قالت ازاي. Hello, are you ready to order? مرة تاني. Hello, are you ready to order? Hello, are you ready to order? Hello, are you ready to order? طبعا هنا الست اللي ردت عليها في الاول وقالت لها I think so. I think so يعني انا اعتقد ذلك. وده لما اكون شايف ان انا موافق على شيء شخص بيقوله لي. فهي لما بتقول لهم هل انتوا جاهزين للطلب فقالت لها I think so اعتقد ذلك. وبدأت تطلب فقالت لها I'll have a steak. I'll have a steak. طبعا I'll اللي هي I will. وانا عارف ان الاختصار بتاع will apostrophe ll وخدناه السنة اللي فاتت ان will بيجي وراها المصدر. فقالت لها I'll have. I'll have. واحنا قلنا يا جماعة ان have بمعنى يتناول. والفرق بينها وبين eat ان eat بتيجي مع الاكل بس. اما have بتيجي مع الاكل والشرب. طيب وعندنا كمان فرق بينها وبين drink نفس الموضوع. have اللي تيجي للاكل والشرب اما drink بتيجي للشرب بس. فقالت لها I'll have a steak. I'll have a steak. تعال نشوف قالتها ازاي مرة تانية. I think so. I'll have a steak. I think so. I'll have a steak. I think so. I'll have a steak. طبعا هنا طالما طلبت ستيك يبقى الستيك كذا نوع. في منه المطهي جدا وفي منه المستوي قوي واللي نص ونص وكمان اللي مش ناضج قوي. فعشان كده طالما في تلات انواع بدأت تخيرها بين التلات انواع. فقالت لها الجرسونة الويترس قالت لها rare, medium or well done. rare, medium or well done. تاني rare, medium or well done. rare, medium or well done. تعال نشوف قالتها ازاي. rare, medium or well done. rare, medium or well done. rare, medium or well done. طبعا هنا لما خيرتها بين التلات انواع فلازم تختار نوع واحد فقالت لها medium please. medium please. and a baked potato. هنا بقى زودت حاجة من عندها وهي ال baked potato.
potato. احنا قلنا يا جماعة بعد ك sound الاي دي بتنطق ت، فعشان كده لازم اقول انا baked potato. انا baked potato. So she said medium please and a baked potato. تعال نشوف قالت هذا. Medium please and a baked potato. Medium please and a baked potato. Medium please and a baked potato. طبعا هنا بدأت الويتريس تقترح عليها أشياء أخرى، فبدأت تقول لها How about a salad? How about a salad? طبعا هنا أساليب الاقتراح كتير، ولكن منها How about or what about? How about or what about بيجي وراها verb plus ing أو noun. هنا جاب لي وراها noun اللي هو salad، فقالت لها How about a salad? بس يا مستر احنا عارفين ان السلطة ما بتتعدش، يعني ما ينفعش أقول قبلها آه ولا آن. هقول لك عادي خالص، A salad means a bowl of salad. يعني سلطانية ايه؟ سلطة. تاني لما اقول A salad هي A bowl of salad. لما اقول لي A tea مش معناها ان التي بيتعد، ولكن معناها A cup of tea. فعشان كده قالت لها How about a salad؟ يعني ايه رأيك في طبق سلطة؟ تعال نشوف قالت ازاي. How about a salad؟ How about a salad؟ How about a salad؟ طبعا هنا الست لانها موافقة على الاقتراح اللي هي قدمته لها، فقالت لها sounds good sounds good. وهنا ما اقولش sounds good، this دي بلاشها، لا لا اقول sounds good sounds good. تعال نشوف قالتها ازاي. sounds good sounds good sounds good. طبعا هنا الراجل يعني يحس انه ملوش لازمه، يعني قاعد كده ولا هي بتقول له تطلب ايه ولا حاجه، فبدا هو اللي يبدا يطلب. فبقول لها what's today's special what's today's special، يعني ايه الطبق المميز عندكم النهارده. تاني what's today's special special what's today's special، يعني ايه المميز عندكم النهارده. تعال نشوف قال ازاي. what's today's special what's today's special what's today's special. طبعا بدات تقول له على الطبق المميز عندهم في اليوم ده، فقالت له spaghetti and meatballs spaghetti and meatballs. تعال نسمع مرة تانية. spaghetti and meatballs spaghetti and meatballs spaghetti and meatballs. طبعا لان الراجل بيحب السباجيتي جدا، فقال لها good على طول. لا good جيد كويس good. I'm in the mood for spaghetti، يعني انا مزاج النهارده في مكرونه السباجيتي. وبعدين قال لها I'll have that I'll have that I'll have that. تاني good I'm in the mood for spaghetti. يبقى لما يكون مزاجي في شيء بقول I am in the mood for. I am in the mood for. لاحظ حروف الجر in the mood for. So I am in the mood for spaghetti. I'll have that. Good. I'm in the mood for spaghetti. I'll have that. تعال نسمع مرة تانية. Good. I'm in the mood for spaghetti. I'll have that. Good. I'm in the mood for spaghetti. I'll have that. Good. I'm in the mood for spaghetti. I'll have that. طبعا هنا راحت الويتريس وجابت لهم الطلبات اللي هم طلبوها، وطبعا لما اجي اقول لحد اتفضل بقول له here you are. Here you are. تاني لما اقول لواحد اتفضل بقول له here you are. Here you are. تعال نسمعها مع بعض. Here you are. Here you are. Here you are. طبعا بعد ما قدمت لهم الحاجه وبياكلوا، طبعا شكل الاكل لذيذ، فقال thanks it looks delicious thanks. وانا قلت لكم يا جماعه ما اقولش thanks، لا بقول thanks thanks. it looks delicious it looks delicious. وقلنا يا جماعه ان كلمه look مش شرط ان يكون معناها ينظر، لان look هنا جاء وراها delicious، والdelicious دي صفة، وبالتالي look لما يجي وراها صفة بيبقى معناها يبدو مش معناها ينظر. تعال نسمع مرة تانية. Thanks. It looks delicious. Thanks. It looks delicious. Thanks. It looks delicious. تعال بقى نسمع المحادثة كلها مرة تانية ونشوف الحاجات اللي احنا قلناها دي ونبهنا عليها مع بعض ان شاء الله. Hello. Are you ready to order? I think so. I'll have a steak. Rare, medium, or well done? Medium, please. And a baked potato. How about a salad? Sounds good. What's today's special?
Spaghetti and meatballs. Good. I'm in the mood for spaghetti. I'll have that. Oh. Here you are. Thanks. It looks delicious. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell. يلا شير لكل زمايلك اللي في سنة ستة عشان يستفيدوا من المحادثة وكل اللانجوج نوتس والفناتكس اللي موجودة فيها. Goodbye. السلام عليكم.